داخل أسوار هذا المخبر الجزائري، كل الإطارات والعاملين يوظفون كل خبراتهم وطاقاتهم من أجل بلوغ سعة إنتاجية تقدر ب 200 ألف كاشف لفيروس كورونا أسبوعياً بكفاءة جزائرية ودعم من الدولة. هذا الإنتاج تحقق بفضل التدابير التي اتخذها الحكومة، لا سيما استحداد مرسوم تنفيذي لتسهيل تموين السوق الوطني بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية لمواجهة هذا الوباء فيروس كورونا، مما سمح بتسريح استغلال لصالح الشركة هذه في فيتال كير في ظرف قياسي دون أن ننسى المجهودات المعتبرة التي بذلتها هذه الأخيرة لتصل قدرتها الإنتاجية إن شاء الله إلى 200 ألف اختبار في الأسبوع. أنجز في وقت قياسي خاصة في هذه الظروف، سواء في اقتناء تكنولوجيا وفي تجهيزه أو في تكوين العمال الذين أصبحوا يتحكمون في عمليات التصنيع، وهذا بفضل الدعم اللامحدود للسلطات العليا للبلاد. شهرين مدة اختبر فيها كاشف فيروس كورونا وأعطى نتائج إيجابية توجت في الأخير بإطلاق المنتوج. Aujourd'hui, donc des kits de tests rapides sérologiques de fabrication algérienne de Vital Care, nous avons testé aujourd'hui. Donc, ils sont de très bonne qualité, ils ont une très bonne sensibilité, spécificité. Et je pense que nous sommes heureux d'utiliser un produit qui est disponible chez nous. Ça fait déjà deux mois que nous utilisons ces tests rapides sérologiques. Donc, on a une petite expérience. Nous avons fait 6000 tests. Et maintenant, si c'est des tests de fabriqués en Algérie, c'est une très bonne nouvelle pour nous. كاشفات فيروس كورونا من شأنها الآن رفع عملية عدد التحاليل المخبرية، مما يسمح بكشف المصابين واتخاذ الإجراءات الوقائية في حينها، وذلك بغية وضع حد لفيروس كورونا.